قدم فهد بن احمد الراشد عضو مجلس ادارة نادي الهلال ونائب الرئيس استقالته من منصبه بعد الخسارة التي تعرض لها الهلال من نادي التعاون في المباراة المؤجلة من الجولة 28 لدوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك بعد التفريط في الصدارة لصالح الغريم التقليدي نادي النصر. وجاءت خسارة نادي الهلال من التعاون في الدوري بهدفين مقابل لا شيء بعد أقل من 3 أيام من تعرضه للهزيمة على يد نفس الفريق، وذلك في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة الماضية ب5 أهداف نظيفة. نائب رئيس الهلال المستقيل اعتذر لجماهير الهلال وتقدم باستقالته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقال: أقدم اعتذاري لجمهور الهلال وأتقدم باستقالتي عن عضوية مجلس إدارة الهلال مع علمي ويقيني الكامل لمحبة الأمير محمد بن فيصل للهلال. وأشار إلى أنه تم اختلاف بينه وبين الأمير محمد بن فيصل في إدارة النادي قائلا: لكن ربما كانت وجهات النظر في إدارة الأمور مختلفة بيننا، وأتمنى للهلال كل التوفيق في مسيرته القادمة. وختم تغريدته بقوله: سأبقى ذلك المحب للكيان الكبير في أي مكان كنت فيه. وفور إعلانه الاستقالة قامت الجماهير الهلالية بالرد على تغريدته، حيث رفض معظمها الاعتذار الذي تقدم به فهد الراشد. فقال حساب باسم نبض الزعامة: دخلت من الباب الواسع وأنت نكرة، والآن تهرب من النافذة الضيقة وستظل نكرة إلى مزبلة التاريخ. وقال حساب باسم فارس المحيمد: اتفقت وجهات النظر أو اختلفت، لا مكان لك في النادي، وتوضيحك بعد فوات الأوان بعد الإخفاق لا تهم التفاصيل والقشور، كل ما يهم رحيل كل من له يد في العمل. وقال أيضا حساب باسم عبد الرحمن الطريفي: لا قيمة لاعتذارك، وجهات النظر واختلاف الأعذار بعد خراب مالطا ما يفيد، مجهول كنت وستبقى مجهول. فهل سنشهد في الساعات القادمة تقديم رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل استقالته من رئاسة الزعيم؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.